احنا قدرنا ان احنا نحسن حياة الناس ونيسر لهم ونعينهم على دنياهم، يعني احنا هنبقى عملنا حاجة كبيرة قوي. حجم المطلوب ضخم جدا، واحنا ما نقدرش نبقى قاعدين بنتفرج على الناس ديت بالحياة اللي هم فيها ونسكت يعني. إطلاق المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر احتياجاً، حياة كريمة. استهدفت المبادرة في مرحلتها التمهيدية 375 قرية من القرى الأكثر فقراً على مستوى الجمهورية، فنجحت في إعادة تأهيل 77,000 منزل، إلى جانب مساعدة أكثر من 42,000 مواطن من أصحاب الهمم بالعمليات والعلاج. مشروعنا الوطني الأعظم لتنمية الريف المصري حياة كريمة، والذي نسعى من خلاله إلى رفع مستوى المعيشة لأكثر من 4,000 قرية، مستهدفين تحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة لحوالي 58 مليون مواطن خلال السنوات الثلاث القادمة، بموازنة تقارب 700 مليار جنيه أو يزيد. لاحقاً انطلقت المرحلة الأولى من حياة كريمة بإجمالي مشروعات بلغ حوالي 30,000 يتم تنفيذها حالياً داخل 1,477 قرية في مجالات متنوعة، مثل الكهرباء بتكلفة تقديرية بلغت 24 ملياراً و200 مليون جنيه، والبنية التحتية بقيمة 9 مليارات و100 مليون جنيه. الرقم اللي محطوط لهذا الأمر يقارب 700 مليار جنيه مصري في 3 سنوات، حتى نغير حياة الناس في كافة المجالات، في التعليم، في الصحة، في الصرف الصحي، في محطات المعالجة، في الطرق، في المياه الري، كل شيء. هذا إلى جانب المشروعات الخدمية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 61 مجمعاً خدمياً، وجاري العمل في 115 مجمعاً آخر لخدمة المواطنين. على صعيد المشروعات الصحية، يجري العمل على تنفيذ 495 وحدة ومركزاً طبياً، إلى جانب تشييد 4 مستشفيات مركزية كبرى. ومن المقرر في المراحل التالية من مبادرة حياة كريمة الانتهاء من تطوير جميع القرى المصرية البالغ عددها 4,600 قرية، وذلك بحلول عام 2025. وده تحدي ان احنا ننجح كدولة في التزاماتنا وتعهدنا امام الناس بان احنا نعمل حياة كريمة لما يقرب من 60 مليون انسان وانسانه.